اتفضل سيدي. سيدي هالمرة اللي صار غير شكل، إذا بدك بحكي لك. احكي لي شو؟ والله مو مزبوط، أنا ما قصدتك إلك سيدي. لك شو في؟ احكوا. سيدي نزيهة عم تحكي عليك سيدي. والله ما قصدتك إلك يا سيدي، رضينا طال سنه إذا كنت حكيت عليك. بلا سيدي، قال هي لازم تجيب أولاد، العوقة مو منها. ردني تطلع تنتف إذا كنت حكيت عليك، لك الله لا يسامحك يا أم عبده. لكان العوقة من مين ولي؟ من مين العوقة؟ وكل هالولاد منو جابون؟ قال أنا جبتهم سيدي. بالله؟ أي أنت جبتيهم؟ أنت لحالك؟ لا سيدي قصدي أقول لك. شو قصدك؟ هي قالت إنه مين جاب الولاد ولي؟ أه؟ إيه سيدي، وقال كمان إنه صار لك 9 سنين ما جبت ولا ولد. تخيلك بفوت ايدك، والله ما حكيت لي، والله ما حكيت لي. وطي راسك وليه؟ وطي راسك. انا ما بجيب ولاد. انا ما بجيب ولاد. انا العوام انا ما بجيب ولاد. دخيلك الطبع ما عاد عيدها. انا ما بجيب ولاد. انا العوام مني. انا الولاد مين جابهم وليه؟ اه؟ انت سيدي. أنا لك أنت لك تلتين الخاطر بهالحكي، لك بعرفك معبدو، والله بعرفك، لك والله بعرفك. وليه سيدي ما بنحكي لك؟ يخرب بيتكم، لك جايب 8 ولاد وعم تحكوا علي، لك 8 ولاد، ما هذا الله لا يوفقكم، ولك الله يعدم لي اياكم. تفضلي خالتي. تسلم ايديك يا حبيبتي، تقبريني، تسلم. صبحية نقيلي البرغلات لأعمل برغل بندورة لحق حالي، قوام. تفضلي ام محمود، وهي 10 قروش منيحة. يو هدول كلهم اللي عم نبي، كتر خيرك. والله انكم كرمة وبنات حلال قد الله ما يعلم. تسلم. صراحة يا ام محمود انا خلص ما عاد بدي اتضايق. يو ليش بقى؟ ليش نزيهة؟ ليش حبيبتي؟ خدي راحتك، انا ما بزعل. والله يا جماعة هالام نبي الخدومة وحبابة، ما هيك معبدو؟ مزبوط. وما تاخذيني اختي ام محمود، ما في وحدة مننا مو بحاجة للتضايق. شلون؟ يعني أنا عم أقول بيني وبين حالي، البركة جايبة أنا كل هالولاد، مالي بحاجة للضايق، بس أنا هيك بيني وبين حالي عم أقول. طيب شو بني أنا؟ الله يخليكي، اسألي لي الضايق. مو على عيني، أنا اليوم بسألك إياها. شو رأيك نزوها؟ أنت حرة. اسألها أم عبدو؟ لا، ما باخذ والله لا سؤال ولا جواب إلا لحتى توافق حبيبة قلبي نزوها. أنا لا بزعل ولا بفتين. إلا كان رح أسألك إياها؟ لا، ما بدي تسألي لي إياها إلا لحتى تسامحني نزورتي. نزيها؟ نيشان الله يخليكي سامحيها. مشكلة إنه قلبي أبيض وما بزعل من حدا. روحي خلاص، يلا سامحتي. إيه أم محمود تقبريني، اسألي لي إياها شو قصتي أنا؟ لا تنسي الله يوفقك. قلت لك مي وملح وخل. ان شاء الله يا ام محمود ويا ام نبيل يجيني الولد التاسع على ايديكم يا رب. ان شاء الله، والله بفرح لك من كل قلبي يا ام محمود. الله يسمع منك يا ام محمود. دخليك بدي اسالك، هي المره لامتى بتضل بتجيب اولاد؟ لحتى الله يريد، هي شغله من الله، دخيل اسمه هالرب. انا اللي بعرفه اذا الوحده ما في شيء يعوقها بتضل بتجيب لاخر عمرها. اه اي صحيح صحيح. شلون صحيح؟ حتى لو صارت ختياره؟ لا يو الختياره ما بتجيب. ليش مين الختياره بعدي؟ انا تقبريني انا. ما جاوبتيني ضرتي، مين الختياره؟ انا اختي ام عبدو، انا الختياره، مو هيك نزيهه؟ اي لكن نحن التنتين صبايا صغار لسه. شفتي شلون؟ الله يخليكم لبعض. الله يحفظك يا ام محمود، مو مزبوط كلامي هيك؟ نحن التنتين صبايا صغار، يعني لا كبرنا ولا نشفت عروقنا. وتمحقي. ايه محمود عن اذنك انا. اذنك معك يا حبيبتي، اذنك معك. الله معك. على عيونك شو قارحة. ايه ام محمود، اسم نصفينا لحالنا. خير اختي ام عبدو. عدي اختي ام محمود. بدي اسألك سؤال. شلون بدي ارمي محبتي بقلب هالافندي
حاكم طول الوقت بتلاقيها مكوشة عليه كأنه رح يهرب منها. إيه أنا رح أخدمك، أنا بعرف شغلة تنفعك كتير، بس بدك تحفظيها عن غيب حتى تقوليها بسرك وهو موجود. يا ليلي شو هو؟ والله بحفظها شو ما كان. شو هي مامو؟ بتقولي همتك بهماد ورشيتك برمان، خيرك بين عينيك وشرك بين جنبيك، وبعزم الله انت جحشي وانا بركب عليك. حذيلي اياها. بتقولي همتك بهماد ورشيتك برماد، همتك بهماد ورشيتك برماد، خيرك بين عينيك وشرك بين جنبيك، خيرك بين عينيك وشرك بين جنبيك، وبعزم الله انت جحشي وانا بركب عليك. وبعزم الله انت جحشي وانا بركب عليك. كمان عيدي لي اياها. يا مو لا تنسى بكره تاخذ الجهه لابو ظاهر. ها ايه لك، ها وحتزلق بشكل مقدام ابو ظاهر بيزعل كثير. ها لا لا تخافي لا تخافي. خذ يا مو، هي جبت لك حجاب التوفيق، رح اشكل لك اياه لما تروح تخطبها. شوف الله كتر خيرك يا امي. شو صفي ناقصك؟ اي والله مو ناقصك شي، والله انك زينة شباب الحارة كلها. انا اللي ربيت وبعرف شو ربيت، كي يضحكوا بعبهم بيت ابو ظاهر يوم. ناموا الاولاد معبدو؟ ايه كلهم سيدي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. والله انت بتتعبي اكثر مني، انا الرجال. تعبك راحة سيدي، بس انا ما بحب يضل شي ناقص بالبيت. ليش انت بتتعب سيدي؟ مو كتير. يغزي العين، باين عليك لساتك شب باول عمرك. ايه من اول حياتي وانا بلعب بالسيف والترس والحكم. باين عليك، تسلم لي. مو هيك معبدو؟ وينك انتي؟ هون انا معكم سيدي. سيدي جيب لك شي تتسلى، فواكه لوبات منضمينة. ولك انتي المنضمينة. همتك بهذا ورشيتك برمان، الله عليك شو بتحب الامزاق يا ابو. بيك بعزم الله انت جحشي. شو معبدو ما تقربي، ولك انت ست الكل بهالبيت. والله بعرف سيدي، بعرف كل شي بقلبك يا سيدي. وانت نزهتي ونزوهتي. نغمرني رب. دك انت حبيبة قلبي انت. لك لا معبدو. انت دفعتي لها الاجره للدايه؟ لا والله، اي على عيني. وها يا على قامتي، انا شو عم غلبكم؟ لا تاخذوني يا جماعه دخيلكم. لا يا الله يعطيك العافيه يا ام محمود، نحن اللي غلبناكي. تقبريني يا ام محمود، لا تاخذيني. وهي قرشه. قرشه؟ هي تقبريني، مو هديك المره اعطيناها 10 قروش يعني نص مجيدي. على راحتك، بس النبيل الداي قالت لي انتو تنتين، مدري شو قصدها. اي مزبوط، طي نص مجيدي. منيح، يعني بقلها كنتو دافعين لقدام. اي اي ام محمود، قولي لها نزيها دفعت عن ام عبده لقدام. ايه انت تدفعي عني انت؟ ليش لا تقبريني، ما انت ست الكل يا ام عبده. يعني قلها كنتو دافعين لقدام. ضني امك كانت تدفع 10 قروش للداية. لا اذا هيك معناتها امك كانت تدفع للداية مثلي. طولوا بالكم، طولوا بالكم يا جماعة، رح قلها انكم كنتوا دافعين لقدام يوم. تتقوصي ولك فلفلي، ما بيهمني، كل واحد بيدفع قيمته. لك انا ام عبده، انا رح ارجيكي هلا شو قيمتي. محمود وهي مجيدي، انا ام عبده، انا شفتي شو قيمتي؟ مجيدي كتر خيرك والله يعطيكي العافيه. يلا عن اذنكم بخاطركم هاتي قرشين ام محمود. عفوا نسيت والله، بتقبريني لا تاخذيني. تفضلي
خاطرك نزيهة. مع السلامة يا محمود. شرفتي وأنستي. مع السلامة. الله معك بأمان الله. مع السلامة. يلا بقى يا نسوان، بعدوني خلوني اقعد بينات. اتفضل سيدي. اتفضل. يلا. ما تاكلوا، ما تمدوا ايدكم. انا ما باكل الا من ايدك سيدي. وانا عيني من قلبي طعميك انت. سيدي انا بدي طعميك بايدي، تفضل تقول. يسلم ايديك يا فسقة انت. حبيب قلبي. توعدني انك الليله ما تاكل الا من ايدي؟ ايه مو وعدك، شو بدي احلى من هيك انا؟ تفضل سيدي. سيدي شو وعدتني؟ بتفشلني سيدي؟ هلا مو انتوا التنتين بغلاوه بعضكم عندي؟ معناتها ما راح بقدر فشل وحده واترك الثانيه، راح باكل لحالي ها؟ اخ منك يا نزيهه انت شو قردي؟ حتى تشوف، حتى تشوف بعينك وتعرف سيدي. ماله شايف غير. هلا لا تعكروني يا نسوان، عندي فكرة. تفضل سيدي. هلا مو انتوا التنتين بتحبوا بعضكم مثل الاخوات؟ ايه بلا. لك ليش ما عم تطعموا بعضكم؟ ها؟ ايه ايه؟ يلا لشو؟ امام؟ تفضلي مع عبدو. بتمة بتمة. ايه. شايفة قديش بتحبيك؟ وانت الثانية نقي لها حبة ظريفة، يلا لشوف امام. يلا حبايب. شفتوا هلا بأحلى أكون؟ إن شاء الله صحة وعوافي. يك يبعدتي حمى درت، نسيت أنا كمان إلي. إن شاء الله مطرح ما يسري يملي، ومطرح ما يبني أسس، سمنه حسن عوافي والآيلة إن شاء الله. آه هلا حلية السهرة. أكثر فوتاتي على الحارات مشانك. إيه حبيبتي قولي قولي. أكثر فوتاتي على الحارات مشانك، بسمع بصيتك بتقلب نيرانك. يا رب نسمة نيم عني جيرانك، لنصب خيامي على وردك وريحانك. الله يسلم هالتم يا حلوة يا أمورة يا سيدي. سيدي 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 فتت من بستان لبستان. حبيبي حبيبي طابت لعدة، قولي حبيبتي نزيها قولي. فتت من بستان لبستان، لقيت البط يلعب غط، بإيده سلاسل ذهب لك جوات القلب حط، وحياة من إله ونجوم السما ما تنعد، لعب بقلبي كما لعب القلم بالخط. لا بتسلمي لي يا نزيها، لعبت بقلبي والله. لا بتسلمي لي يا نزوهتي يا أمر بيتي وحياتي. الله يسلم لي إياك يا حق. هاتوا سمعونا شي كلمتين حلوين عن هالدنيا وهالناس، لأني مزعوز منه هذا محمود فوال، بك طفران ورايح بده يتزوج. يا بس والله أمه آدمية عم تخدمنا كتير سيدي. عم تخدمكم؟ بيش عم تخدمكم؟ آه مو بشي سيدي، قصدي قصدي عم تزورنا كتير. هي عم تخدمنا شي يا عبدو؟ لا أيو شو عم تخدمنا؟ عم تسلينا. ايه ها تذكرت لك كم كلمة بفشوا القلب فش. هاتي قولي لنشوف. الناس شوكن عاشرتن شكوك، وان اضحكوك عند الصباح عند المساء بكوك، وان كنت لطيفا ظريفا بعرضك يلوكوك، وان الزمك الدهر بفلس سيدي ما بفكوك. الله حكم.